عاصمة الميادين عبر سبورت 1 بضبي الرياضية الأولى من تحمل هذه الصورة الجميلة لكل العشاق والمحبين من عاصمة الميادين. المركز الأول هنا الحول المحليات الأصايل لأصحاب السمو الشيوخ والشوط الخامس. وهنا المركز الأول الشاهنية من تبدأ هذه الإذاعة وتنتقل إلى مقدمة الشوط من البداية لهجة الرياسة يقودها راشد بن محمد بالسمة المنصوري. المركز الثاني يأتي دور مشاهدينا هناك نجود لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم يقدمها لنا طارش بن مبارك بالقوبع الحميري. النقلة الأخرى والثالثة هنا دور هملولة من هجن الرياسة وبتضمير علي بن جميل الوهيبي. النقلة الأخرى والمركز الرابع العين أيضا من هجن الرياسة مع تضمير عوض بن مبارك المهيري. الدور اللي قادم في المركز الخامس ووصول أيضا مذيار ومذيار هجن الرياسة أيضا يقودها علي بن جميل الوهيبي. هذه الخمسة انفردا بالمقدمة نلتقط ياكم المركز السادس مع الشعار العيناوي اللي قادم مع اليافل لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان بتضمير الصادق فضل الأمين. المركز السابع الوصول من الوثبة أيضا من هجن الرياسة بقيادة علي بن يميل الوهيبي. بجوارها تماما في المركز الثامن هناك دخول من الشاهنية أيضا لهجن الرياسة وأيضا التضمير عند علي بن يميل الوهيبي. والمركز التاسع من وصلت العين بإشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان مع محفوظ بن خميس الجنيبي واضحة مع الكادر الثاني. والمركز العاشر هناك أيضا وصول وغدوم في هذه اللحظات نتابع معكم حشيمة التي وصلت لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم بقيادة خالد بن المر بن حلوة الاكتبي. النداء الأول الحفل الكريم الإخوة المتابعون من هذا الشوط الذي أيضا يأتي بأداءه الجميل ويأتي مع أيضا جماهير هذه الشعارات التي يتابعونها عن كثب مشاهدينا والكل أيضا يتابع ومن يعشق هذه الرياضة أيضا يتابعها متابعة شيقة. عودة للصدارة وعودة للأداء وعودة إلى مقدمة الشوط حيث تتواجد الشاهنية وتحمل هذا اللون الأحمر الرياسي وهجن الرياسة مشاهدينا. وانتصفنا المسافة والمستحيل في التضمير والقيادة. مشاهدينا المركز الثاني يأتي دور هناك نجود لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم بقيادة مضمر الشرق الأوسط. النقلة القادمة والدخول مع هملولة اللي قادمة من هجن الرياسة ويقودها الظافر الذي أيضا مشاهدي الأعزاء ظفر بالأشواط الرئيسية. نعود ونتابع معكم المركز الرابع والقدوم والتقدم مع العين أيضا قادمة من هجن الرياسة ويقودها أيضا الخبير. هنا المركز الرابع والمركز الخامس هناك مذيار من هجن الرياسة الأخرى
مع الظافر من يميل أيضا يتقدم، ونحن نتقدم هذه الخمس مراكز الأولى، وهناك مجموعة أخرى قادمة فئة الفايف ستار وفئة أخرى قادمة بدخول وتقدم اليافل مع هذا الشعار العيناوي مشاهدينا، شعار سمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان مع الصادق فضل الأمين، وصول أيضا الشعار العيناوي الآخر مع العين لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان مع الزعيم محفوظ بن خميس الجنيبي. هنا أيضا دخول مشاهدي الأعزاء المركز الثامن، مركز الثامن الوزبة وصلت أيضا بقوة من هجة الرئاسة بقيادة مشاهدينا الظافر علي بن يميل الوهيبي، واللي تليها أيضا في المركز التاسع كذلك الشاهينية بنفس الشعار هجة الرئاسة ونفس المضمر الظافر. مشاهدينا في كل مكان هذه المراكز المتقدمة الأولى، الحفل الكريم، وهناك المركز العاشر قدوم من قبل العجبان لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان بو خليفة جمعة بن عتيق الرميثي في عملية التضمير. هذه الأسامي ونداءنا الثاني على التوالي. نعود معكم إلى مقدمة الشوط، نعود للشاهينية، الشاهينية اللي في المقدمة وكما نتابعها من بداية الشوط ما شاء الله وتبارك الرحمن على هجة الرئاسة وأداء هجة الرئاسة في قيادين تثبت وجودها مشاهدينا، كما ذكرنا هذه الرئاسة وهجنة مشاهدينا تملك من الكثير والكثير من الأوراق الرابحة مشاهدينا، سواء كانت هجنا أو مضمرين، وتحية أيضا لجماهير هذا الشعار الأحمر الخطير. مشاهدينا في كل مكان نعود للشاهينية، والتوقيت الأفضل يأتي به أيضا أبو طلعت مع ما شاء الله والعلم الشامخ، علم دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحمل هجن الرئاسة بكل قوة، وخط النهاية 12:53 سبعة أجزاء من الثانية. وشكرا الظافر وشكرا هجن الرئاسة على هذه الفكرة الجميلة على رفع العلم على الهجن وهجن الرئاسة. مشاهدينا في كل مكان نعود للشوط، نعود مشاهدينا إلى المقدمة، والشاهينية من بدأت تتقدم، الشاهينية من بدأت تجر الشوط مع هجن الرئاسة ومع المستحيل بالسم. يا بالسم يا بالسم، الله يا راشد، الله يا راشد، يا المستحيل يغود يغود الشوط بقيادة جميلة في المقدمة، وكالعادة وكالعادة أبو ذياب ما شاء الله. المركز الثاني أشوف هجة الرئاسة التي تصدرت تصدر ممتاز مشاهدينا، وكعادتها وكإنجازاتها المسطرة ما شاء الله. وهنا أيضا الظافر مع انطلاقة تملولة في المركز الثاني التي تأتي كذلك ملاحقة لهملولة اللي في المقدمة، والمركز الثالث تأتي العين، وتأتي أيضا هنا مشاهدي الأعزاء التي وصلت كما نتابعها العين. نعم، من هجة الرئاسة بدأت تقترب، وبدأ الخبير عوض بن مبارك المهيري مع هذا التطمير ومع الثلاث مراكز الأولى، المركز الرابع أيضا هنا وصول عين أخرى شعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان مع أيضا محفوظ بن خميس الجنيبي، ووصلت الأخرى. هناك الوثبة قادمة، وبمعية الوثبة هناك هملولة والوثبة والشاهينية ما شاء الله. هجة الرئاسة شكرا للظافر بأكثر من عتاد دافع ما شاء الله وتبارك الرحمن، وعيننا باردة لهجة الرئاسة وإنجازات هجة الرئاسة، وها هي الشاهينية ما شاء الله تبارك الرحمن. الشاهينية تحسم الشوط مبكرا لتأتي ما شاء الله. هذه الشاهينية مشاهدينا ومحبي هذا الشعار الأحمر الخطير، شعار مؤسسة هجن الرئاسة، هذه المؤسسة الدائمة لسباقات الهجن العربية الأصيلة، والتي مشاهدينا تأتي بكل جديد، وهنيا لهجن الرئاسة هنيا اللي بيشجع هذا الشعار ويضمر هذا الشعار ايضا ويذيعها ويتابع هذا الشعار ومعلق
تلقي هذا الشعار أيضا لهم التحية، والتحية تتواصل مشاهدينا مع هذا الشعار: هجن الرياسة والشاهنية والعصف البطان. وما قال لها شيء، وركض تلقائي واندفاع ذاتي، في حتى ما في خشخشة بالجهاز، ما في خشخشة، ما في، ما شاء الله. شكرا شكرا لهجن الرياسة، شكرا أبو ذياب، شكرا يا أبو ذياب، شكرا راشد محمد بن سمى المنصوري، بدون منافس على الإطلاق والعصف البطان. ما شاء الله وتبارك الرحمن، هنيا لهجن. والتوقيت الأفضل، المركز الثاني أيضا وصلت هناك، شوفوا ما شاء الله، هملولة وصلت لهجن الرياسة، والعين أيضا لهجن الرياسة، بينما تأتي العين لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان رابعا، والمركز الخامس هناك الشاهينية من هجن الرياسة. التحية تتواصل، والتوقيت بدون أوامر، إنجاز جميل لهجن الرياسة، والتحية لأبي السم راشد على هذا الإنجاز الجميل. لست بغريب على الشعار الأحمر الذي يصنع البطولات دائما، ويصنع التوقيتات بأداء جميل وسرعة فائقة. 12:47، خمسة أجزاء من الثانية بدون أوامر، أفضل توقيت كما أشار الهواري، وتهانينا بفوز الشاهينية لهجن الرياسة، وشكرا راشد محمد بن سم المنصوري على هذا التضمير الجميل وبدون أوامر. المركز الثاني، وكانت هناك أيضا منفردة شاهينية بكل قوة بدون منافس، ويأتي دور المركز الثاني، وتأتي هناك مشاهدي الأعزاء وصول أملولة من هجن الرياسة، أملولة من هجن الرياسة مع الظافر علي بن جميل 12:58، وتأتي بهذا التوقيت تهانينا المركز الثالث، كذلك العين من هجن الرياسة، ويأتي الخبير عوض بن مبارك المهيري 12:58، تسعة أجزاء من الثانية، وتهانينا لجماهير هجن الرياسة. التواصل يستمر مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء.